من جانبه أكد فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا رئيس رابطة الآسيان أن الدول الخليجية والآسيوية قوتان عظيمتان ستواصلان النمو على الأصعدة كافة. كما ثمن رئيس رابطة الآسيان انضمام دول الخليج العربية إلى اتفاقية الصداقة والتعاون لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي. إن دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي هما قوتان عظيمتان سوف يواصلان النمو. إن إندونيسيا تثمن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وانضمامها إلى اتفاقية التعاون مع دول الآسيان كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. في مجال الاقتصاد نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتنا الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي لدول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال كذلك شهادات حلال وتطوير السياحة الحلال وفي قطاع الغذاء والأمن الغذائي وأمن سلاسل الإمداد الخاصة بالغذاء يجب أن يتم ضمانها في مجال كذلك الغذاء وتقنيات الغذاء.